عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله باذن الله. اليوم معكم ان شاء الله فيديو جديد ديال المسمن معمر. نعم، مسمن معمر ديال الزنقه، يعني اللي كنخدم به اللي كيتباع في الزنقه. المهم جبتو لكم اليوم ان شاء الله حتى لديوركم باش تعلموا ليه وتوليو ديروه، ونتمنى ان شاء الله تجربوه من الاعجاب ديالكم. عندنا هنا دقيق الفرز بوحدو، عندنا مليحة، عندنا رشيشة ديال السكر اي باش يذهب لينا اللون ديالو، عندنا الماء بارد باش كنعجنو. بسم الله. نبقاو نضيفو الماء بشوي بشوي حتى كتجمع لينا العجينة ديالنا. انا عجنت غير في هذا الاناء، حيت بغيت ندير كميه قليله ماشي هاد الخدمه. كنجمعها هكا حتى كتجمع، نمسحو سطح العمل ونحطوها ندلكوها هنايا. نبقاو ندلكو العجينه ديالنا هكا. كتولي ترتق، بعد كنجيب السيلوفان ديالي كنديرها في السيلوفان ونخليوها ترتاح على ما نوجدو الفرشوة ديالنا. البنات هنايا عندي الحشوة، غادي ندير قياس ديال لادند، نقطعه طيفات صغار بزاف. عندي هنا قرعة كورجيت، عندي جوج خزوات كبار، عندي البصلة جوج بصلات، عندي السبانخ، عندي قزبرة مكنوس، وهنا عندي الفلفلة فلافين بالألوان. هنا أنا كنجيب الفلفلة فاش كتكون عندي الوقت كنجيبها وكنقطعها كاميات كنحطها في الكونجيلاتور، ما كتخسر ما والو البنات. هذه نصيحة كتبقى لك على طول العام، تبقى في الكونجيلاتور تخدموا بها. عندنا الملحة حسب الذوق، وعندنا التوابل البزار، سكينجبير عفوا الخرقوم، العود، والفلفل الاحمر، التحميره. نبداو على بركه الله. كنقبطو الحكاكه هاد البلاصه الغليظه، كنحكو فيها خيزو، من بعد كنكملو خيزو كنتبعوه في القرعه كورجيت قرعه خضراء. نبقاو هكا حتى كنكملوها، من بعد كنجيب السبانخ ديالي. البنات هاد المسمنات راه مخيرين بالنسبه للدراري الصغار، يعني فيهم السبانخ، فيهم خيزو، فيهم القرعه، فيهم الفلافل، البصله، يعني هادشي كله مفيد للدراري. بهاد الحشوه بغيتو ديروها في ديال الفران، المسمن تاع الفران ديروها، بغيتو ديروها في ديال المقله ديروها. انا هذا اللي درت لكم اليوم ان شاء الله باذن الله ديال المقله، يعني اللي عجبكم فاش ما عجبكم. كنقبطو البصله ديالنا نقسموها على جوج، البنات اللي عندهم هذا راه مزيانه وكتساعد هي باش كنقطع انا الفلفلة وكنقطع فيها البصلة. هاد الفلفلة اللي شفتو راني قطعها بهادي.
البصيله ديالي، شفتوا كيفاش قطعتها ليا؟ ما تعذب ان شاء الله دوانا، ولا عيني يبقاو يدمعوا يعني في البلاصه كتوجد. البنات نبداو على بركه الله، نشعل البوطه ديالي ما نجهدهاش بزاف. نجيب المقله ديالي ندير فيها زويته، هذه هي ما نكثرش بزاف الزيت. نضرب البصله ديالي، نتسنى على البصله حتى تهبط، حتى تهبط ليا البصله ديالي عاد باش نزيد الفلافل. لما بدات البصله ديالي كتهبط غنزيد عليها الفلفله، نزيد عليها لادان. غير لوينات البنات كيبانو كيشهيو، نديرو مليحه حسب الذوق ماشي بزاف، على حسب. نديرو التوابل، تهبط لينا الفلفله والبصيله كيبان لنا نساجمو مع بعضياتهم. عاد من بعد غادي نزيد القرعه ديالي وخزو السبانخ هما الاخرين، على حساب السبانخ هي كيطيبو. البنات ما تكثروش الملحه على حساب السبانخ، راه كيطلقوا الملوحيه هما اصلا كيكونوا مالحين شويه، وهذا باش ما تجيكمش الملحه كثيره. هنا ملي تشحروا ليا مزيان كنزيد الخزو والقرعه كوجيت، كنزيد داك الربيع ديالي، البنات ما ذكرتش الهريسه في الاول حتى الاخر، تا كطيب الخشبه ديالنا وكتبرد ملي كنبغيو نعمرو المسمن ديالنا عاده باش كنديرو الهريسه. احنا دابا كنبقاو نحركو هكذا حتى شتو القرعه وخيزو راه مابقاوش كيبانو لينا بزاف، يعني بداو كيهبطو. ناخذ السبانخ ديالنا البنات، ما نقطعوش بزاف، غير قياس صافي، عينكم ميزانكم ماشي بزاف، غير حيت هما غير كيهبطو ما كيبقاوش يبانو. صافي كنخليو الحشوه ديالنا كطيب، كندوزو للمليويات تاعنا. اسمع المليويات تاع انا المسمنه تاعنا اللي غنعمر، كندوزو ليهم نقادوهم ان شاء الله. نرجعو للمسمنات ديالنا البنات اللي درناهم سيلوفان خليناهم يطلقو يرتاحو، نحلوهم. ها على ما طيب الحشوه ديالنا وتبرد يكونوا المسمنات ديالنا طلقو. هنا كندير شويه ديال الزيت باش ندهن الرخامه ديالي، نقطع المسمنات قياس ما يكونوش كبار ما يكونوش صغار. بالنسبه هاد وانا درت لكم ديال الدار، اما ديال الزنقه راه كيكونوا كبار. كنبقى هكا حتى كنكمل، خلي المسمنات ديالي نخليهم في السيلوفان، خليهم حتى يطلقوا بيد ما نطيب ليا الحشوه ديالي. كندير الحشوه ديالي بحال هكا، يعني كلشي طاب، خضر مساجم و مبقاوش كيبانو. الويحتة البنة طالعة، سلام الله، نشهيكم نشهيكم باش تمشيو حداق و نقولو دابا 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 تعجنو وتوجدو المسمنات وتربطو عليا الخضار. البنات اللي طلبوهم مني انا وجدتهم لكم، تستاهلو كل خير، مكرهتش نجيبهم لكم حتى ليوكم.
هما البنات. الحشوه ديالنا طابت، اللدن ديالنا راه كيبان طاب طاب، كل شيء موجود. نخليوها دابا حتى تبرد ونرجعوا باش نزيدوها الهريسه. وبالحق مازال ما كثرتش عليها، نتسنى شويه. راه ما كنزيدوها لا مرق لا حتى شي حاجه عندو، شتي كنزيدوها لا مرق لا والو. ديك الخضره كتطلق الماء ديالها وكطيب في الماء ديالها. صافي نبقاو نحركوها هكا شويه واحد شويه حتى كتشرب لينا داك المرق المرق ديالها. صافي نخليوها حتى تبرد وندوزو نعمرو المسيمات ديالنا. هنا الحشوه ديالنا هي بردات، بقى دافيه شويه، نزيدو عليها الهريسه. انا ما غنزيدش بزاف د الهريسه، نزيد عليها الزيت من السماء باليازير بازير او اليازير. صافي كنحرك هكذا كناخذ شويه د الزيت كندهن به الرخامه ديالي. كناخذ المسيمات اللي طلقوا كنورقوش بزاف غير القياس. كناخذ شويه من الحشوه ديالي كنحاول نسرحها. داك لادان كنحاول الى بان لي شي طريف غليظ كنحاول ندير نقطعو باش ما يتقب ليش العجين. هنا راه ما كندوبلش العجينه هانتوما. كنبقى هكا حتى كنكمل. لادان ديالي الى بان لي غليظ نقطعو باش ميتقبش العجينه. كنبقى هكذا كنطوي على هانتوما. صافي نبقى هكا حتى نكمل. هانتوما شفتو الحشوه راه قداتني تماما، جاتني حدو قد خرجت ليا هنا 3 و 3 6 و 3 9 و 3 12 و 13 و 14. هادي ما بقاش ليها بزاف الحشوه، سكينه حقرنا عليها حيت هي التاليه. صافي نخليهم يرتاحوا شويه، نجيب المقله ديالي نشعل ليها ونبدا نطيب. هانتوما البنات راه ما كندهنش بالزيت بزاف ولا فيهم قوت زيوتات ولا كيجيو كيقهموا كيجيو زوينين ناشفين في نفس الوقت معمرين ولداد وكيطيبوا زوينين. وهانتوما غادي تشوفوا في الاخر ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وترطوا عليا الخبر. هنا البنات نشعل المقله ديالي، كنشعلها انا جوج المجامر مقلة كبيرة. دوك كبار عصفوهم البنات شتو كحالت مسكينة كترت الخدمة ولات كحلة. هانتوما صنع المقلة ديالي حتى تسخن، المليوي المسيمنات ديالي راهم ماك واجدين مرتاحين طلقو كلشي. المهم دابا نبدا الطياب حتى تسخن ليا المقلة ديالي مزيان. هنا غسلتها تسناها سناتها تسخن. كنرش المقله ديالي بشويه ديال الزيت، كناخذ المسمنه الاولى اللي ورقت الاولى اللي عمرت الاولى هي اللي
فاش كنبدا. ما نقرصهاش بزاف، كنبقى هكا نحاول قد مربع ما تعو باش ما تعوش ليا. نتوما كنقلبوهم قبل ما يتحمروا. صداع هاد المقله صافي، وكنخليهم هكذا. شفتو كنقلبوهم مازال خضرين باش يتحمروا من الجهه الاخرى، عاد باش كنعاودو نردوهم على هنا باش يتحمروا ثاني. نقلبوهم شفتو كي يتنفخوا. الحشوة كتبان هانتوما فوخين ومقرملين. كنبقاو هكا حتى كنكملو سينا ناكلهم. هانتوما البنات شتو كي تيتنفخ، يعني مسمن منفوخ ومورق مزيان. البنات ها المسمن ديالنا بعد ما طاب وجد، هانتوما شتو كيفاش كيجي. انا زينتو بهاد المسمنة، قطعتها ودرتها على هاد الشكل بالكوردون، زينتو بزيتونة. انا البنات نقسم معكم وحيدة. يعني كيجي تبارك الله ما شاء الله كيشهي. البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي والضغط على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس ولايك البنات، وشكرا جزيلا على المتابعه، والله يجازيكم بخير ويخليكم البنات. انتما